رمى بن اسماعيل، رمى من برشيد. انا حتى انا خدامه في الحمام، وتانا راه كنعاني من شي الحوايج، وتانا رانا عندي اليتامى، ورانا حتى انا رانا خدامه عليهم، وتا حنا كنعانيو من ناحيه هذا الشيء ديال المصاريف وداك الشيء. وحنا ما حناش ضد ضمان اجتماعي، حنا راه حنا ما صناش باش غنخلصوها، وحنا راه حنا الغالب الله، وتا حنايا راه حنا خدامين على نهار نخدمو ونهار ما نخدموش. عندنا على 15 يوم اللي كنخدمو في الشهر، تنتناو داك السبت ولا الحد هو اللي كنخدموه، ملي كنخدموه نياش غير دراسو واش نلما نضاو الكريدي. هادي كورونا خلات لينا الكريديات، خلات لينا بزاف تاع المعاناة بزاف، هادشي اللي غادي نقول لكم. وحنا كنعانيو بزاف. شنو كتنتظروا من هاد اللقاء؟ حنا كننتظروا من هاد الوزيرة الله يجازيها بخير دير لينا حال، والله يجعل سيدي ربي حتى هي يعاونها، وحتى هي تشوف من حالنا وتشوف من هاد الدراويش وتشوف هاد الناس المساكين اللي هما خدامين في هاد القطاع ديال الحمامات، حتى هما راه ما عندهمش، حتى هما راه كلهم كيعانيو من كل شيء. شكرا لك.